بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. بارك الله تعالى في جميع قصر إيانا وإياك. أم ضحتي جد إخوة ضحتي قلان ناخوش تایستک آنیا که ضحی جد و اخوت من کر لدو حالت دابو. حالتی که زیفر وجودی نیه. حالتی که آن که زیفر هیه لمسلا کده. لحالتی اول دا بو جد انفعل سلس مقاسمه حسب دکلا. لحالتی دوم دا انفعل فیش دا. لنبذیه. ثلث مقاسمة هر كان كان زورتر اگر اكثريت وجودي بو ما رجل كيت كان مساوية ثلث مقاسمة و دوباره تا يصير بحث كمان لباري شي ديك و بو ك جد هر لقل ولدي لأبوينا يتي ولدي لأب وجودي نيا يا هر جد لقل ولدي لأبا ولدي لأبين وجودي نيا مانيا بحثك من راجع بحالة انفراد يعني او جار بحثك لحالة اجتماعية يعني وجد لقل ولدي لأبوين ولدي لأبكو بوتوا هم ولدي لأبوين هيا هم ولدي لأب هيا وكذا لجدي معه وما بوجد هيا لقل ولدي لأبوين لأب يعني كوبو ولقل خدو بيايا شي هيا للجد ما ذكره وكذا للجد ما ذكره معهما ما ذكره كشي ثلث مقاسمة لصورة ذاك ذي الفر الوجودي نبيت يا ثلث مقاسمة أقل ذي الفر الوجودي ما ذكره بهدو حالتك أنا هم حالتك ذي الفر الوجودي نبيت هم ذي الفر الوجودي ببيت بو وقت که لگال لایشان کود بوآ، زیفر وجودی نبودیا، اکثر لصوص مقاسمه بو. اگر زیفر وجودی بودیا، اکثر لوسیان بو. لیرج دل حالتی اجتماع کجده هر اول نظر لگریم. یا زیفر وجودی نیه که هر دو لگال هر دو کان کوب تو، یا اصلا زیفر وجودی نیه یا عیا. و کذا لیل جدی ما ذکره. بوجد هي ما ذكره ثلث مقاسمة لحالة يقدا وثلث مقاسمة لحالة ذي فرضة معهما كلقل حرد في فكان قبوة ما شاء أولي فصلك أكل أولي فصلي شيء أولي فصلك أكل لا لجد هذا فصل في بيان ميراث الجد والإخوة دل لجد إذ سمع مع ولد أبوين أو ولد أبين ها أبي هناوة وأبين هناوة أو معنوي حال لقال ولدي لأبوين ولدي لأبو جودين يا يا لقى ولدي اللي أبا ولدي اللي أبوي موجودين يا أبي هي نعوة يعني هل لقى الله إيش أنا ما خبوا يا أبي نه هي نعوة ما عي هي نعوة يعني هاد كان فوق معهما أي مع ولد الأبوين وولد الأبي هو ونقب أوا لقلها البيشانة جاء وجال كهربو أما جد من للايك هيا أما جدك لقل هربو السنفة كان كبوتوا ولدي الأبوين لما سألك لهم ولدي الأبوين
إما وقت ولدي لأبوين لقل ولدي لأب مقاصد كين في كوكب نوا تبين قاه قاه ولدي لأب محجوب دبيت أخي لأبوين كوجودي بو لقل أولادي لأب أولادي لأب هالشي هيا يعني ذكر يا مصايا ولدي لأب حجب دكات ذكوري جانبي أبوين جانبي لأب بذكور إناث وحجب دكات جا ذكوري جانبي لأبوين يشيك بي يا دوبي يا إناثش حتى رقل كويت حتى إناثش رقل كويت ما دام ذكور لجانبي ولدي لأبوين أبو جانبي لأب ذكر أنثى محجوبة ثانيا أقول له بعطي حجب ده أمام كتوبة جاني حاولت كده كشبان هيك لجانبي ولدي لأبوين وولدي لأب حجب ده أويا كأختي لأبوين لقل بنتي يا بنتي ابن كوبيت واني أختيك كلقل ولدي لقل بنتي يا بنتي ابن كوبوة أو أختازي فرنية بنتك ديكا أختك لك أبا عصبة بهذا كأختك أبو عصبة أختي لأبوين كلقل بنتي يا بنتي ابن كوبوة سند بيت عصبة دوبارة حكمي أخي هيا جانبي لأب كل الحجم دكات لو حالتنا حالتي لأبوين لقل حالتي لأب دي قد كان أو اللي نظر بقرب أو دو صنفانا قانونيا واي وكو فجيها رواي جانبي لأبوين جانبي لأب حجم لك يكسب فرناي حالت جاء أقر هاتو حجب حالتك كولدي لأبوين أما مسألة كمان آوايا جد ولدي لأبوين ولدي لأبش مان هيا وأحيانا أقر هاتو جانبي ولدي لأبوين ولدي لأجي لأبي حجب كرت وضع شونا يا حجبي دكات يا حجبي ناك لافر جوانا بها من الشبلين حجبي دكات قا جانبي ولدي لأبوين ولدي لأبي حجب ناك وكو أخت يا بيت بنت أخت ناك أخت اللي كان لقى البنت كونا بوهوا وانيا ولدي اللي أب حجم ناكت وانيا يقدانا يقدانا أختي لأبوين هيش حجب ناكت نذكر نوصى جانب اللي أبو حجم ناكت أما أقل تعددي بو أختين إناس حجب دكا وليذكور بي حجم ناكت جانب اللي أبوين أقل هاد إناس ما حجبو لقل وبنتي وجودينية جانب اللي أبي يقدانا الجانب اللي أبي في حجم ناكرين هذا كنا أمنا ولا أقل هاتو تعددي بو أختين بو إناث حجم دكات إناث جانب أبي أولي الذكور حجم ناكر ولا معنى لجانب أمدو صنفانا حالة كان يعني بلا نظر بكري بحال حرف بحصة كمان أولي كهادو بلا كوب ونوانيا واش دادنين بحثة كمان لغوة آواي دادنين حالتك كولدي لأبوين ولدي لأبي حجب كردو شندو حالت مان هيا ككوبو توا كجد لقل حدو صنفا ككوبو توانيا يا جانبي لأبوين حجبي جانبي لأبدكات يا ناكات اگر حجبي كرد اما بحثك حجبي نكر اما بحثك جدي كرد ما إلا بحثي إلا درسك يا مدار دو بحثي يا بل يعني إلا بحثك يا مدار دو موردها يا فهو بانك بيجا كوبنا يعني ما معنى لك أبوه زي تيب في حال إستقر يا بيت أو جاء فيها زوي الفرل دقو جيب بيت يا نبيت أقل هاتو وعني لهدو نبيت هو جد أكثر لسوس مقاصوي بدادني هو محفوظة هو النبي النجد وانا شيخ باقية يعني لو استحارت استحارت جعل لقب اوا كما وصف اوايا يا حجب هاي لجانبي ولدي اللي بين ابو جانبي اللي اب يا نية فانا جاء ام اذا في الشو بحثي وذا كان كنية كهاية جاء كحجب هاي ويعد أي يحسب ولد الأبوين عليه ولد الأب في القسمة حسب دكات يعدين حسب دكات حسب دكا ولدي لأبوين
بعليه جد بضرري أب ولدي لأبوين حصيب ذكاء بضرري جد شي بو حصيب ذكاء الأبر ولد الأبي ولدي الأبي بو حصيب ذكاء لحالي تقسيم ده أما حالها كمان ولدي لأبن ولدي لأبي حجب كردوا ولدي لأبن ولدي لأبي حجب كردوا كحجبي كرد يتر وتوفاندو يتي وانيا كتوفاندي تاذا خونا بحسابي كبو بكرد كشي ولدي لأبوين بجد دلا دلا أمن بتنها نيم ولدي لأبي شم لقلا لبي أبيش حصيب كي لقلا جا أكر مراندوتا تازه بوشی بو حسی بیله که بوشی بوداده نی. دیشی میانیو حس بوشی بذری اب جد دکه ای بوشی حسی بدکات. و یعدو ای یحسب جا لغت که دبیر محتال بدانی نه حرکه آوا بکر لو جمن شونی حرکه بکر آیده فن موانی لغت و ایوانی کیف خویتی. ای یحسب ولد الابوین علیه بذری جد بر علیه جد. شي حسب ذكاء ولد الأبي ولدي أب في القسمة لحال مقاسمة ده آخر أجر هاتو فرض كين مقاسمة هل وجودي هيا كيف يقول شيء هن ببيت ذي الفرض ببين يعني أبي وانيا دلها أجر أكثر أجر شو حسب ذكاء مقاسمة قازان مقاسمة قازان جيتو بو هوا بجد دلها أجر مقاسمة قازان جيتو بو دبي هني شو محسب كين ولد أبيش حاس يبدكين أبيش باش البودا دني ذاك باش البودا أنا بضر اللي بافيرة أيش مش حتى أفراد وتبي باش بافير كم ترد بيتها حج بشي ذكات مر عندو يتي كش حاس بشي ذكات أجر مقاسم مقاسم نجيبه نلا مقاسم ها باش مني شو باش أبيش حتى حالك ذاك حج بشي كردوه فإن كان ولد الأبوين ذكرا جاء وقتك حسبك كذا فكرين أجل ولدي أبوين ذكربو أي أو ذكرا وأنثى يا ذكر يغلب أولادي لأبوين يا ذكر أنصابو كذكر يغلبو ولدي لأب حمل محجوبة ذكر أنصى دروات أو أنصى أو ذكر وأنصى يا ذكر وأنصى أو أنصى معها شلهات أي أو ذكر وأنصى أقر ذكري محذو جانب ولدي لأبوين يا ذكر وأنصى أبو أمدو حالة أنا حالة حجبة حالة حجبي ولدي لأبوين أبو ولدي لأب أو أنصى معها بنت أو بنت ابنين يا ولدي لأبوين أنصى يقبو كلقل أو بنت يا بنت ابن بو جاء ولدي لأبوين إني أخذ بو في لأبوين بو أميش لقل بنت كبو أميش حر هنا هر حاجبة أم حالتنا حالتي حجبي ولدي لأبوين بو ولدي لأب ولدي لأب ذكر أنصى لم حالتنا ذا حجب ذكري جاء أما دبينين لم حالتان داك ولدي لأبوين ولدي لأب حجب دكات با أو حالش زيني ولدي لأبوين بجد دلا دلا وقتك مقاسم وقازان جبنا بها من حصيب كي لبي أوش كحجم كدو لبي أوش الحجب كي كما علماء وكو أم حالتان زان دراول من لو بيجل بعطي حجب جاء كما علماء أسقط ولد الأبي أقر هات ولدي أبوين ذكروا يا ذكروا أنصابوا يا أنصا لقلب بنت يا بنت ابن بو قلوا كذان المعنى أسقط ولد الأبي ولدي لأبوين ولدي لأبوين إسقاط ولدي لأبدك لم حاضر حالة حجبة لأبوين ايش كذا نصيتي شيء كما علي مالك في فصل ايش كذا نصيتي الحجب خبر
بله من باب الحجب لباب الحجب هره من باب الحجب خبانا ويش هون دبي شون هم حجبي دكات هم لمقاطمة وحسابي جبو دكات حجبي شي دكات با لقال وك حجبي دكات بجد دله او برايب او اولاد اللي ابيه كمان حجبهم كردوا وقت مقاسمه مقاسمه بقازنج داد باب بقازنج خد دابني نابي هر امن حصيبكي ابي ولدي اللي ابيش حصيبكي ويقرب بمجموعك ابي يما تقسيم اللي قال لكين كولدي اللي ابي حجب كل اخر اجر ولدي اللي اب حجب نكا عن ملحظه اگر ولدی لی آب باشی بودن نه ممکنه جد مقاسمه که خزان جیبیت فقط با وکه این بو که ولدی لی آبی حسیب دکات مقاسمه که بزرگی جد دکات ها دبی نه چاره لصورتی که دکات زی ثرال وجودی نیا سر ثرال بیت لصورتی که دکات زی ثرال وجودی هیا سر ثرال بیه مثلا یا سر مقاسمه که جاری وای اگر اخی لی ابوی حجب نکرد حجب نکرد ملاحظه که حسیب نکری بلم اگر حسیب نکری ام محجوبه یا حسیب نکرد جد ممکنه مقاسمه که قازانج بید فقط با وکه حسیب کل مقاسمه که بزرگ جواد بید ممکن اما زرل لباتیر دکید چون ممکنه لبعضی لحالت کنده مقاسمه که قازان جیبت کی به قازان جیده بید اگر اخی لی ابوین حسیب نکرید مقاسمه که اگر اخی لی ابوین حسیب نکرید قازان جی جده اما دینه ولدی لی ابوین او قازان جل با پیر دفتینه دینه ولدی لی ابوینی و حجب دکه ولدی لی ابی و حجب دکه و حجب دکه ایوش حسیب دکه که بوی حسیب کرد او دیال مقاسمه که لمنفعتی این دا نامینید لمنفعتی جد دا نامینید اما ضرر یک لجد لجدک بیت لبعض حالات یک دا ممکنه مقاسمه نفعی بیت ممکنه مقاسمه نفعی جد بیت اما مقاسم جد ولدی لی ابوین دینی او نفعی لی دستینید بچی نفعی لی دستینید بودی که ولدی لی ابی بو حسیب دکات که ولدی لی ابی بو حسیب کرد ضرر لبا پیر دکت او نفعی که لمقاسمه لحایتی نینید هرید دینی ولدی لی ابوین زرل لبا پیر داداد دبینین لبعض مسائل اگده مقاسمه قازنجتی اما ولدی لی ابوین او قازنجه لی دستینه بچی لی دستینه بو که دینی ولدی لی ابیش لگل خوی حسیب دکید اینجا مثال کانتا باش بزن بود برون نبیت توانی مثلا حل استیوه برو بو او که باش تان یارون بیو سر درگون نبن برو مثال اگه وقت دلائه بیش کن نمانیم مثالو مثالو هو هل خور ای دلم بجی بیالا اوی که نمار کرد دو بجی بیالا مثالو هو جد لی ابوینی و اخن و اختن لی ابین او بو او که هل استیوه سر درگون نبن مجیت یک معنی هیا جدی لدو بجی ماو اخي اللي ابوين اللي هو جماوه اخو اختي اللي ابي لدوبة جماوه زيفر الوجودينيه مثالا كمان زيفر اليتدانيه كزيفر الوجودين ابو لمثالا كذا أكثر لصلص مقاسمي بعد الفرل هذا هو النبي وش دي قد كان وش النبي نجد مقاسمي بعد الفرل ثلث بعد الفرل هر ثلث مقاسمي لمثال كمان داخل دروس دوايا أكثر لصلص مقاسمي نقريت تنزي قرر وجوديني جد أخي لأبوين أخو أختي لأبا ولدي لي ابوين ما لقال ولدي لي اب كوتو هم اخي لي ابوين كولدي لي ابا اخو اختي لي اب ولدي لي ابا مانيا دبي لي ركاني دا شي قازان جبيت مقاسمه
لخوار مستوية للجدية ثلثة ودرس ثلثة القهضة الجدي مزان لخوار ذيات اللي مثله ها هاتي فكرة أخو أخي اللي أبوين دو بدو أخت بدو أختي حدبك أخي شي اللي أبوها هي أنيا أختي تشد هي أما بشينجة بشينجنين ذيات اللي مثلين ذيات اللي مثلين شي قهضانجة ثلث قهضانجة اما بويا نفيتي صورت هلا روى الاخوار نفيتي صورت شن زيات اللي مثلين صورت قضا جيجات طب طبعا بيجد محجوبة كمانية بلا بيجد محجوبة جات يا فكرة اما اقر بداني داخوة اي اقر اخي اختي اللي اب او دال بيني اودو صفانات مع الشركة اخي اللي اب وين وجوديها اخو اختي اللي اب هل بيجان محجوبة بله بله مانيا واحد تو أخو أختي اللي أب كمحجوب حسيب يعني ما كتشي قضان جيتي مخاصمة قضان مخاصمة قضان جيتي نسبي أواد بله نسبي أواد مانيا اختي صلو بله صلو كم ترد ميسا مانيا أما أقر أو أخي اللي أبوين أخو أختكاني كحجب كردون أقر حسيب يعني نكات قضان جيتي مخاصمة قضان جواه وانيا اما يستكاني او اخي لي ابوينا او قزان جله اندستيريت زجد دفتينيت زلا يما بينجين حاج بشي كدو حسب شي دكات واه زلا يما بينجين نصف النادينه بس اگر حاج بده كدو حسب يدكي حاج بشي كدو حسب شي دكات ما حسب يدكات كحسب شي قزان كده زجد تاودت نشر ثلث بدايه لبين ثلث مقاسمه اجر اخي اجر اولادي اللي اب حجم نكري قازانجي يجد ثلثه ظلم مقاسمه يا اجر حجم نكري كشي بدليل وكحين يا اخي اللي ابوين اولادي اللي اب حجم دكات او قازانجي يجد دسينت دشيت الثلث لمقاسمه كانت شيتي دشيت الثلث كانت عينيه يعني اخي اللي ابوين هادو حاج بشي دكات حسب بشي دكات توفان بشي تيو كتيا حسب بشي دكات بابا أصلاً كحاج بتكدو دولا ميدان درجة هي شو واحد منك كي مانيا كحاج بتكد بزرع الجدة يو متوجهون كافيا قال جد لقل ولدي لأبوين لأب هو متوجه حالتي كلمة بحثي لذا كان حالتي كولدي لأبوين ولدي لأبي حجب كردوا لما حالتي دا أكثر لثلث لمقاصم هينتي مانيا أكثر له بو جد أما وقت يكا حجب شيدكات دبو لم حش حسب أبو ولدي لأب نكرة جدك هر لقى ولدي لأبوين حصل تابي أبو بكرة مانيا أما ولدي لأبوين أشي حد بشي دكاو حساب شي بو دكات نفع كلا مقاسمة دا حياتي لجدي دصيانيت مانيا مقاسمة قازان جسي لي دصياني دشي توصل في قازان جي جد النية لبيني أم دوانا دا لما أسأل يدا صلوا مقاسمة قازان جتي فقط أو قازان جل جد دصيانيت أولا ميلي كما علماء تصنيب وشدة شتوى كما علماء
فإن كان ولد الأبوين ذكرا كما علماء نشيخ ويما صحيح حالة من هي ذكر بحالة من دراوة بنت يا بنتي بنت أخت لقال بنت يا بنتي ابن أنثى لقال بنت يا بنتي بحالة من دراوة دبيت الدو كما علماء فإن كان ولد الأبوين ذكرا ذكر بجا كيف يخشي أنثى لقال إيانا حالة مها بنت نبيت الأبوين هناك كما وإلا غير حرف هنا حسب كي ذكر كأنثى لقلبي وأنثى لقلنا بيت تبيت الدو كما لي ذكر يتك كيف يقول أنثى لقلنا لم يحفظ دار أسقط أولاد الله أرجع بوشي لشين صار يعد ويعد أريب ولدي لي أبوين أيوة أوزر دبولة بافير تندذن أوزر اللهم بافير ميت تندذن نك بافير بافير ميتك يا رب بافير منشى هو ولدي لأب هيج بشي كنيا واحد في بيدك بشي بودع دنيا لدواج ده ناشي دنيا ها حسيبي شي ده كان بشي بودع دنيا ناشي دنيا آخر كحجبان كرت هيتشي نادني حصيب في ذكره هيتشي نادني أو بشي كدبو بدريته كحصيب يانكرو بشي بوداناوة نيلا بوخانا ريدك أسقط ولد الأبي بو لأنهم يقولون للجد شنو ولدي لأبوين دلان بجد ببافير دلان كلانا إليك سواؤن هردو لامان كولدي لأبوين أتوج ولدي لأبوين لأنا يعني ولدي لأبوين ولدي هردوك معنا هردو صنفة كان معنا بنسبة هو مساوين أتو هرب باشير هني هيخو أمنيشو ولدي لأبوك هرب هين بباوك ومناصبة مالي قلما جيتك هيا أتو بباوك مناصبة لي قلما جيتك هيا إيه مش نبباوك معناه شيني كأوان حصيب ناكريان أوان جهلوكو إيه موان إليك سواوا ونضحمك بإخوتنا إما مصاحمي تود بين يعني أو نفعيك لمقاسمة داها تجدست يعني ببرا كان ما ببرا إخوتي لأبا كمان ونضحم مصاحمي تود بين ببرا بإخوتنا كولدي لأبا ونأخذوا حصته لقل أوا ونأخذوا حصته لقل أواك حجب عندكين لقل أواك بشي عن بودا دنين بشي عن بودا دنين لمقاسمة كذا بشكي عن نادين بوان بشكي تو كم دكينوا لقل أواك بشكي أوان بوان بشكي تو كم دكينوا أما بشكي شان حل دكين بشكي أوان بخوان حل دكين جا نظيري هيا دبيني لي رخانية دا أجر شبه فكرين أو برا باو ولدي لي أبا بو تبعيسي أوا كجد لمقاسمة برلاد كقازان جتي برلا بوين أو برا ولدي لي أبا ذردي لباوك بافير داوا لقل أوا أو ذردك داوا أو ذرديك لبافير داوا ولدي لي أبا علي ناكدين ولا نفع كذا روابه شو؟ هو ولدي لأبوي. ضرر ذا كشي أو ضرر كداويتي بنفسي بخوي نابت. أو ضرر كداويتي بنفسي بخوي نابت ضرب ولدي لأ. جاء نظيري هيا مثال جن كما. كما يأخذ الأب ما نقصه إخوة الأم منها. هر وقت حل دگری با وک
باوك كلقل ولدي لأبوين الولدي لأمك وبوا دايك كثمان أقر جماعتك لإخوة أخوات بون سلفي هيا سلفي هيا سلفي هيا أقر نبون سلفي هيا تبينين إخوة دايك إخوة كوجودي بو دايك لسلفة ودبن السلف ضرر لدايك دادن إخوة بضرري دايك كار زكات مانيا لسلفة ودبن السلف كشي أوزر داي كداويتي من نصيب إخوي نابي من نصيب إخوة نابي دشيته بو بعض نظيري هي ضرر در ضرر دادات او ذره کلاویتی من سبی خوشی نابی در واقع ولای شی دیگه او ذره کلاویتی ذره که باید علاج کت او داده بیه در تکانه فرض که میتی کریم با او خدا چی هیا اخوتی شی هن جماعت ال اخوتی هیا خوب میتی کو آداب بنیم میتی کریم با او خدا چی هیا اخوتی شی هیا او اخوته دایق لسو سودون سودس مكتوب انك جماعتي دایق جماعتي اللي قلت اخواتك وبواني سلفي هيا سلفيني دايق بنيتو او مثاليه كفي وارثان لوجودي هيا ابو امه اخوتي اللي ابوين اللي ابا فرقناك اخوتي اللي اب هر كامل هر اخوتي البيت ما دام تعادوا لي اخوات وش دايق بيت شي اذا كوبا وبيت شي باو شرول بيت شي لي ام بيت ماني شي ترينوا دايق لو مثالي دا دايك سلفي هيا ما جيت يا مانيا او تو دايك مانيا دايك ما سلفي اخوتي اللي ابوين اب اخوتي اللي ابوين اللي اب حجب دكات اب اخوتي اللي ابوين اللي ابو اللي ام تقرا حجب دكات اب قاعدي وايا حواشينا هيا مستمعين وايا وانا كنت اللي باقي على الدكتور زي اللي ميدا او اخوتي اللي ابوي محجوب دبا خلان زكا بو شد شت بو اب بو اب شت زرد يعني ام اخوتي اللي ابو زرد يعني لدايق دا لصول صوبر يعني الصدر او زرد يعني كدايان لشي بلا شي ديك ابو او بلش بخويا النابت النظير يا مامي صار نظير زرد زرد لدايق دادات زرد زكا بنف الى شي ديك هم شروعية ولدي لأبوين لينا ميدانا والزرر لهم ددن لجد ددن ولدي لأب وانيا كشي زرر زكا قاضان زكا بوشو دمت قاضان زكا بولدي لأبوين مثاله مثالي ولدي لأبوين ولدي لأب ككوبي وتواني وقاضان زكا وزرر زر نبيت مانيا بلكو بولاشي دي كبيت جد واخو لابوين واخت واخو اخت ذي فر الوجودينيه بقاعده كذي فر الوجودينيه اكثر لثلث مقاسمه بوز بوز حسبتك مانيا جد غير كندا ثلثي هيا مانيا اخي لابوين اخو اختي لاب حجبتك مانيا كا حجبي كرت قازان زكا او ثلثة باقي لثلثة كذيات البوشة لجيت واخي لأبوين هموش يدريب اخي لأبوين اخي لأبوين تواغي دو ثلثة كات بنسيبي او دبيت هنا ويتي مخو مقاسمة قازان جبو هنا ويتي بو اگر اگر اخي ولدي لأبوين لأب حجب نكلايا قازان جي الجد هنبو مقاسمة بو يتا كان ولدي لأبوين هنا يتحسيبي كدو قازان جي لأبوين دلاوة واصلي أو كأخي أختي لأبوين محجوبون كحسيب كلاون أو قازان جي الجد هو ولدي لأبوين أجا مثلا كان سيدي يكتم مبجدة دوتي مجبو أخي لأبوين يتا كان أجر ولدي لأبوين ولم ولدي لأب أو ولدي ندايا مانيا قاضان جد شبو مقاسمة جو حكي بك
تو حسين بمكة أما حجوب أنا حسين مكة جد نسبة شيء دقيت أخي بيبون نسبة دقيت يعني أجر مقا أجر حسين مكة لأن مقا ما قاضي نجيبه كاني أمزر الزلانة زر كش كيان داو زر كش بنسبة خوان نية لشتو بو جرفاني أخي لي أب لي أبوي اما بحث كان من بحث فرائض هندا لقى ولقى سير شيء بحث كان زور جوانا ولا مشي شيء وفي عيد بيت تو بحث كده لي شويه اللي بيبداني بحث شيء ذكي اما بحث حالتك ذكين كولدي لجد وولدي لابوين وولدي لابا لو فيش بحث شيء دي كمان كدوا هر جد لقال هر ولدي اللي أبوين وولدي اللي وجودي نبو يا هر ولدي اللي أبو ولدي اللي أبوين وجودي نبو يستكانيا لقال حدو سين فكان كوبو توانيا كلقال حدو سين فكان كوبو توانيا دبينين سين في أول سين في دوام لادبات وانيا سين في أول لادبات حالتي كي دي كشمان واوا كسين في أول سين في دوام لادبات وإلا أما بحقي دي خير وإلا أي وإن لم يكن ولد الأبوين من ذكره أجر ولدي لأبوين أواني في شو نبون يعني حاجب نبون أتعرف كان حاجب أما هر جد حالة اجتماعي ولدي لأبوين ولدي لأبا فقد سن في أول حاجب سن في الدوانية جاء لم حالتي ذاك حجب وجودينية حاجبني ولدي لأبوين من أما لبيه أنصاي ما حزبت شون أقر ما دام ذكر بو كنت ذكر ولدي لأبوين حاجب ذكر ما بحالة اليوم لبيه هر أنصاي بو جا أقر هاتو من ذكر ربو بوشي ولا ولدي لأبوين دا ذكر وجودي نيا جا ولدي لأبوين كمان كإناسي محزن يا يقدانيا يا زيت اللي يقدانيا ولدي لأبوين كمان كإناسي محزن يا يقدان أخته يق أختي لأبوين يا زيت اللي أختي لأبوين ولا قال ولدي لأبكو وتواني تلك حالة اجتماع بحضك فتأخذ الواحدة منهن إلى النصف أجر يقدان جانبي ولدي لي أبوين كإناسي محضن يقدان أخته تا نصف دتواني بشي بودا بني فتأخذ الواحدة منهن إلى النصف يقدان خشك دتواني تا نصف بودا بني فقد نصف هورا سنة بودا بني أجر زيادة لدو خشك ولدي لي أبوين كت قال لي قال ولدي لي أبوين وتواني كحاجبني يا مثلا إذا مقتل أنا حاجبني غير كان هذا دتواني تا ثلثين بودا بني أما جاري واش هيا أو يقدان أختها نصف ونصف نابت وأختي اللي أبوين كذيات اللي يقدانيا جاري واحيا ثلثين ونصف نابت أما أقر بوت تا يقدان تا ثلث دتواني بيدي أقر قنجا أقر قنجا زيادة الأختي لأبوين دتواني تاصل سني بودا بني فقط زيادة الناتواني بودا بني بيث اللي ويرتش ناطرت بارحال كأختي لأبوين بو يب أختي لأبوين بو قاه نصف دادريتين قاه كم في اللنصف فقط لنصف سرنا كريت زيادة اللدو أخت تاصل سين جذريتي وهذا بنجيه كم في الثلثين جبت أما أجر الثلثين سأل كم في الثلثين دبيت أما زيادة نابيت يقدر أنا أختيش نصف دبيت ولا زيادة إلا نصف نابيت لهذو حالة كان ده كم في الممكنة دبيت أما بتين مثال فرق دخل فتأخذ زيادة ما حالك أم جرمان ولدي لأبو يمان أنصي محضة
فتأخذ الواحدة منهن مع ما خصها بالقسم إلى النصف. يقدان خشج لأبوي هل دقري لقل اشتيك بنسيبي بولا تقسيم لقل جدة تانيصف دتواني بشي ببيت يصير لنصف صرنا كبت وتأخذ من فوقها دقريد إناس يكل فوقي يقدان بيد يعني أختين يازيات الأختين واحد منهن ما خص هذه القسمة يجي إلى الثلثين تا الثلثين تواني وقت يعني يقدان خشك دقون جي نصفي ببيت وكم تلا نصفي ببيت أقل نصف فرفرنا كبت ذات اللي خشك ثلثين دبي وكم تلا ثلثين دبي فقط فوق ثلثين قد نابت إذا الأمان لو يجب في نسالة كان كم تلا نصفي دبي كان جيت وقت يكذي فرق وجودي ببيت يبدا أنا خشك دقون جي كم تلا نصفي ببيت أقل مثال كذا في فرق فيدابو أقل في فرق مثال كذابو أو دانا خشكا بنسبنا بكم سلان اسلامات مسألة دي دوين جهر وايا أقل هاتو ذيات اللي دو خشبو هي خشبو لسلسان كم تلبان جيب ذيف أقل ما دام ذي فرق وجودي وتأخذ من فوقها دقريد إناس يكل فوقي يقدان بيد يعني أختين وذات الأختين لأبوين ما خص هذه القسمة شيء إلى الثلثين تا الثلثين نتواني فك فوق الثلثين نتواني كم في الثلثين بني سبل بيت أما كم في الثلثين لدو حالتك لا وقتك الظفار الوجودي ببيت أو الظفار البيت باعيسي أو يقدان خشك كم في النصف ببيت وذات الله يخشك كأختين وذات لا كم في الثلثين بني سبل بيت وانتوا الى والله بحث كمان دبي والا لو قد عيبك با يعني الا والا ولا شعور كذا بحث امر من لشبو بحث امر من لبدا بو دوباره مو تكرار وايا بس ما لو يا كجد لقى حرب صفه كان كو متواني كل قال حد صفه كان كو متواني لم حاول سيدا كل قال صفه كان كو متوا يا ولدي لأبوين حاجبي ولدي لأبدا بيت يا نابيت أمرك بحثي أو حالة تمان كدوك ولدي لأبوين حاجبي ولدي لأبوا حاولتك حاجب نبيت أو لدف الآتية دائم بابا 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 ب